السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة المعلومة تي في. اليوم إن شاء الله غادي نبداو مباشرة النموذج لفرد محروس رقم واحد في مادة التكنولوجيا الأسلوس الأول. كنا خدمنا النموذج الأول اللي هو خاص بالمصابيح التلقائية. دابا غادي نبداو يعني فرد آخر، وضعية مسألة أخرى مع نفس الأسئلة، تقريبا نفس الشكل ولكن أسئلة مختلفة. دونك نبداو مباشرة. السؤال الأول، أجب بصحيح أو خطأ. تنقسم مادة العمل إلى نوعين، هنا بطبيعة الحال فهو خطأ لأن مادة العمل تنقسم إلى ثلاثة أنواع. شنو هي الأنواع؟ أنا ما طالبش التعليل ولكن فقط باش نعرفوهم: مادة، طاقة، معلومة. ثلاثة الأنواع: مادة بأنواعها سائلة صلبة سائلة، طاقة يعني كهربائية شمسية ريحية إلى غير ذلك، ومعلومة. دونك تنقسم مادة العمل إلى ثلاثة أنواع. دونك هذا خطأ. يشتغل المنظم الممكن بالطاقة الكهربائية فقط، أيضا خطأ لأن المنظم ممكن يشتغل بطاقة غير عضلية، والطاقة الغير عضلية ممكن تكون طاقة كهربائية، ممكن تكون طاقة ريحية، ممكن تكون طاقة شمسية إلى غير ذلك. دونك هذا خطأ. المنظم الممكن لا يحتاج لتواجد الإنسان، أيضا خطأ لأن المنظم ممكن يحتاج لتواجد الإنسان. شو لما يحتاج هو المنظم الآلي. دونك المنظم الآلي يحتاج إلى الطاقة العضلية من أجل اشتغاله، طبعا أيضا خطأ لأن المنظم الآلي لا يشتغل بالطاقة العضلية. صافي، سليم. السؤال الأول، ندوز السؤال الثاني. املأ الجدول التالي بما يناسب: أمثلة لمناظم آلية وأمثلة لمناظم ممكنة. دونك كنا خدمنا وقلنا حصل داز ان كانت عندنا مناظم آلية مناظم أولية. دونك مناظم آلية او مناظم آلية كنا قلنا جهاز عند الحرائق، قلنا الحاجز الآلي، قلنا المجفف الآلي التلقائي. نزيدو دابا أمثلة أخرى مثلا الستار الآلي. الستار الآلي يعني كيطلع فاش كتكون أشعة الشمس كينزل، فاش كتغيب أشعة الشمس أو كيكون الرياح كيطلع بدون تدخل الإنسان. لما كيعرفش الستار الآلي هو اللي كيكون مثلا في المحلات التجارية أو البقالة أو غير ذلك أو في المقاهي. هذا هو الستار، هو هذا الستار الآلي كيخدم دون تدخل الإنسان. مثلا آلة الغسيل أو آلة غسيل أوتوماتيكية، لأن كاين العادية وكاين الاوتوماتيكيه. دونك هنا اوتوماتيكيه. ثم ايضا مثلا منظم اخر الي، جهاز عند الحرائق قلنا الشباك الاوتوماتيكي. مزيان. دونك هنايا الحصه اذا استقبلت منكم امثله لمناظم اوليه في الفيديو، وكاين تبارك عليهم كاين اللي كتبوا لنا امثله مناظم اوليه، كاين اللي كيكون صح كاين اللي كي غلط وصححنا له. دونك هنا في هذا غادي تعطوني مثال لمنظم الي، نشوف واش راكم فاهمين مزيان. تعطوني امثله لمناظم اليه. صافي، المهم دبر عليه وعطيني منظم الي. مزيان. امثله لمناظم ممكنه، اما مناظم ممكنه موجوده بزاف مثل سياره، دراجة هوائية، دراجة نارية عفوا، دراجة هوائية منظم أولي، دراجة نارية، مثلا خلاط كهربائي. هادو كاملين كيحتاجو حضور الإنسان وطاقة، طاقة غير عضلية. صافي، ندوزو الوضعية مسألة. لاحظ رشيد أن مجموعة من زبناء الصيدلية التي يمتلكها أبوه يجدون صعوبة في تحديد موقع الصيدلية ليلا، وخاصة للغرباء منهم عن الحي، لا سيما وأن هذه الصيدلية تسند لها مهمة المداومة مرتين في الشهر. برزت لدى رشيد فكرة إنجاز المنتوج المسمى وامض كهربي، وامض كهربي الذي ينتج إشارات ضوئية وامضة تمكن من إثارة انتباه المارة
وإعلامهم بمكان تواجد الصيدلية ليلا بسهولة. مازال دونك الحاجة المعبرة عن الإنسان، الإنسان عفوا، ليش محتاج من خلال هذه الوضعية مسألة؟ دونك محتاج، نشوف هنايا، محتاج إلى إثارة انتباه المرضى أو إعلام المرضى بوجود الصيدلية بمكان تواجد الصيدلية ليلا بسهولة، أو إصدار إشارات وامضة. هذه كلها إجابات صحيحة. نكتبو إعلام شكون المرة بمكان تواجد الصيدلية ليلا. المنتج المناسب شنو هو؟ هو وامض كهربي. شنو هو هذا الوامض الكهربي؟ كاين اللي ما كيفهمش الوامض الكهربي، هو داك الهيله ديال الصيدليه اللي كيكون كيطفى وكيشعل، كتشوفها فوق اي صيدليه كاين فوق منها واحد الهلال كيطفى وكيشعل، دونك هذاك هو اللي كيتسمى وامض كهربي. اذا المنتج المناسب هو وامض كهربي، كيتسمى وامض كهربي، وامض شي حاجه كتطفى وكتشعل. انجز السؤال الثاني، انجز التعبير عن الحاجه، خطط بيان الحاجه للوامض الكهربي. دونك كنا قلنا في داك الفيديو والفرض السابق دائما خصني ندير الخطط على هذا الشكل هذا. ندير هنا لأي هدف، كنطرح ثلاثة ديال الأسئلة اللي هما السؤال الأول على ماذا يؤثر، يعني المنتوج اللي كنديرو الاسم ديالو هنايا، هنا كنديرو لمن يقدم الخدمة، وهنا كنديرو لأجل أي هدف أو لأي هدف. دونك كنطرح السؤال كنجاوبو تحت منه. هنا كنديرو اسم المنظم اللي هو الوامض الكهربي، دونك نكتبو الوامض الكهربي. اذا اصدقائي قبل ما ندوزو للتسمه، ادعوكم الى الاشتراك بالقناه، لان القناه ديالنا هي الوحيده اللي كدير فروض ودروس ديال التكنولوجيا، يعني تقريبا كاملين كاين في القناه. ما عليك الا تدير كلمات المفتاحيه لذاك الدرس اللي باغي، وغادي تلقى الشرح ديالو في القناه، سواء هاد الخطاطات او اي خطاطات اخرى غادي تلقى الشرح ديالها في القناه. ودائما يعني كنخدمو فروض حتى في باقي المواد. ما عليك الا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. دونك الوامض الكهربي على ماذا يؤثر؟ دونك هنا عندي عدة اختيارات كنا قلناها سابقا. يمكن لمنتوج واحد ان يؤثر على مجموعة من العناصر. دونك هنا لو نقراو وضعية مسألة، غادي نلقاو بزاف ديال كيأثرنا عليه. من زبناء الصيدلية التي يمتلك ابوه يجدون صعوبة في تحديد موقع الصيدلية ليلا، وخاصة الغرباء منهم عن الحي، لا سيما وأن هذه الصيدلية تسند لها مهمة المداومة مرتين في الشهر. برزت لدى رشيد فكرة إنجاز المنتوج المسمى وامض كهربي الذي ينتج إشارات ضوئية وامضة تمكن من إطالة انتباه المرضى وإعلامهم بمكان تواجد الصيدلية. دونك أنا بالنسبة ليا يعني التلامذ ديالي كنقبل نقبل منهم عدة أجوبة. شنو هما؟ يقدر إلا قال لي مثلا تواجد الصيدلية نعتبرها له صحيحة، إذا قال لي الصيدلية نعتبرها صحيحة، أو تواجد الصيدلية بجوج صحاح. إذا قال لي يؤثر على المارة حتى هي نعتبرها صحيحة، لأنه يعني يمكن لمنتوج واحد أن يؤثر على مجموعة من العناصر. دونك خلينا نديرو الصيدلية، لمن يقدم الخدمة؟ شكون اللي كيستافد من هاد الوامض الكهربي؟ هنا لاحظتو غادي يستافدو من جوج ديال الناس، اللي هما اللي هو صاحب الصيدلية، صاحب الصيدلية، وأيضا الزبناء أو المارة. يعني شنو قلنا هنايا؟ فكرة إنتاج إلى بمكان توجد الصيدلية للغرباء هنايا، وخاصة الغرباء منهم. دونك هذا شكون غادي يستافد من هذا المنتوج؟ غادي يستافد صاحب الصيدلية حيت غادي يجيو واحد الكليان الزبناء، وغادي يستافدو المارة أو الغرباء عن الحي. دونك جوج صح. دونك كتبنا صاحب الصيدلية، ولا نكتبو المارة أو الغرباء، جوج منهم غادي يستافدو من هذا المنتوج. ولكن نتوما كتبو غير حاجة واحدة ماشي مشكل، تقدر تكتبو المستعمل، تقدر تكتبو الإنسان، ماشي مشكل.
كامل الاجابات تعتبر صحيح. دونك لاي هدف، شنو هو الهدف ديال هذا المنتوج؟ هذا هو عندك هدف، راه عندك في الوضعيه مساله، هو انتاج اشارات ضوئيه ما وماذا تمكن من اثاره انتباه المرء او اعلامهم بمكان تواجد الصيدليه. دونك اللي قلنا قبيله اعلام المرض او تمكين المرض، دونك اعلام المرض من إثارة، عفوا اعلام المرض بمكان تواجد الصيدلية ليلا، او نقدر نقول مثلا غير إثارة انتباه المرض، حتى هي صحيح الا كتبغي هنايا إثارة المرض او إثارة انتباه المرض ليلا راه صحيح. صافي ندوزو للخطوط الثالثة اللي هي بناء بيان الوظائف، أتمم بيان الوظائف للوامض الكهربي. دونك الوظيفة الأساسية كنت قلتها سابقا هي اللي عندنا هنايا، هذه الوظيفة الأساسية، دوك جوج اللي درت دوك العناصر اللي درت هنايا هما نبدا بهم. نبدا مثلا الصيدلية وندير مثلا هنايا المرضى مثلا، أو لا نكتب صاحب الصيدلية. دونك هنا نكتب عفوا اهم حاجه هي المنتوج، نكتبو هو الاول وامض الكهربي. وهنا قلنا هذه وظيفه اساسيه، اف بي هي وظيفه اساسيه اللي هي فونكسيون برينسيبال، باش خدينا فونكسيون برينسيبال. و اف سي هي وظيفه إكراهية بالفرنسية فونكسيون كونترانت. دونك خصنا نحددو العناصر الخارجية اللي عندها علاقة بالوامض الكهربي، يعني وظائف إكراهية هي الوظائف التي يجب على الصانع مراعاتها أثناء صنع المنظم. صافي مثلا شي حاجة عندها علاقة بالوامض أو يجب مراعاتها أثناء صنع الوامض، مثلا الثمن، مثلا السلامة، مثلا الحجم، مثلا الصيانة. طيب دونك قلنا الثمن، السلامة، الحجم، الصيانة، قلنا هنا المرة نقول مثلا صاحب الصيدلية. هذه باش نعرفكم عندنا فاهمين مزيان، زيدوني شي حاجة نتوما من عندكم تما. صافي كاين بزاف شي حاجات هما كتبوها لنا في التعليق باش نشوف واش راكم فاهمين. كتب لي اف سي 5، كتب لي بحال اف سي 5 ها شنو هي، وهنا كتب لي بالفوق منظم الي ها شنو هو باش نعرفك واش فاهم ولا لا، ولا نصحك لك. صافي دونك السؤال الرابع، اجهز خلف الورقه التمثيل الوظيفي للوامض الكهربي. دونك التمثيل الوظيفي كنا هضرنا عليه سابقا ونشرحه بوحدو، دونك دائما كنديرو مستطيل، دائما مستطيل هذا الشكل، دائما الاسهم خصها تكون بحال الشكل هذا، لان يعني خدام بالعربيه من اليمين لليسار. هنا كنديرو اسم المنظم في الاسفل اللي هو الوامض الكهربي. هنا كنديرو الوظيفة الإجمالية، هنا كندير وضع بدئي، هنا وضع نهائي، وهنا طاقة الإشتغال، وهنا معطيات الضبط. صافي مزيان. دونك نبداو هنا، شنو ندير هنا؟ نبداو بالوظيفة الإجمالية. مهم أصدقائي، وقع لي واحد المشكل في الصوت. المهم حاولت كما نقولوا انا نعطيكم الخلاصه. في الوظيفه الاجماليه درنا اعلام المره بمكان تواجد الصيدليه. في الوضع البدئي يعني انطلاقا من هذه الوظيفه الاجماليه، كنلاحظوا في الوضع البدئي بما ان قلنا اعلام المره ديال الوظيفه، في الوضع البدئي المره لا يعلمون مكان الصيدليه، يعني هذه في الاول. ومن بعد هذا الوامض الكهربي درنا في الوضع النهائي مره يعلمون مكان تواجد الصيدلية. دونك لاحظ معايا الفرق ما بين الوضع البدئي والوضع النهائي، في الأول قلنا لا يعلمون، وفي الوضع النهائي مرة يعلمون مكان تواجد الصيدلية.
بطبيعة الحال طاقة الاشتغال، يعني هذه المنظمة اللي يخدم الطاقة الكهربائية، ونقدر ندير طاقة شمسية بما أنه غادي يكون على برا ماشي مشكل. نعتبره هذا منظم آلي، يقدر مثلا بمجرد غياب الشمس أو مغيب الشمس، يعني يقدر يشعل راسو، ديك الهلال ديال الصيدلية يبقى كيطفى ويشعل راسو، ولا يشعل راسو، فغنعتبروه منظم آلي. وقلنا سابقا في التمثيل الوظيفي، إذا كان منظم آلي كنديرو في مواقع الضبط ملتقطات، ولا كان منظم ممكن يكفي أننا نديرو أزرار. دونك أصدقائي نتمنى تكونوا استوعبتوا هادشي مزيان، ولا كان عندكم شي سؤال ما تردوش تطرحوه في التعليق، مع الضغط على زر الإجابة عفوا، وإلى فيديو آخر بإذن الله.